السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا حلوة الأحباب، معكم الشيف مصطفى عابدين. نقدم لكم اليوم بسبوسة، تفضلوا نعطيكم المقادير: 11 بيضة، عنا 300 غرام سكر، 250 غرام سميد، 250 غرام الفرينة، 50 غرام جوز هند، 10 غرام لافاني، 50 غرام زيت، وعنا ليموني 50 غرام. طبعا عنا شوكولا، فرنبواز، جوز هند، بسطاش، لوز، نباج، والعسل للتزيين، وزبدة للكريمة. تفضلوا معنا. عنا البيض، السكر، هدول مع بعض، طبعا لافاني، والزيت، والليمون. نشغلهم على الهادي، بعدين نطالع شوي بشوي. طبعا نحن عندنا كمان زوز صواني جواجدين، مدهونات سمنة، سمنة طبعا خفيف، طبعا لازم ينخفقوا لمدة 10 دقائق. بعده نجهز السميد والفرينة والجوز هند مع بعض. جوز هند تحطه مع الفرينة أو الطحين، لازم البيض ينخفق كتير منيح حتى تطلع، ينخلط بالسكر والزيت والليمون حتى تطلع لفوق. طبعا نحن هلا طلعت شوي، بدنا نهديها. عنا الطحين والجوز هند، طبعا تسقيط شوي شوي. نرجع بعده السميد، كمان تسقيط ورا بعض. هلا هيك بعد ما سقطناهم خليها تعجن شوي، طبعا سرع شوي. وهلا صارت جاهزة. نحن رح نصبهم نوزعهم على الاثنين.
نعطيهم دقة خفيفة، نتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق، وراح نجهز نحن الفرن. طبعا هدول صاروا واجدين، بدهم يدخلوا الفرن تقريبا 20 دقيقة على حرارة 180 لحتى يحمر من فوق ومن تحت، ونرجع لكم بعد الفاصل. ولا دو صاروا واجدين وصار لازم ننحيهم. طبعا احمرت كتير منيح، طابت. صار لازم ننحيهم، نعطيهم نباج على الوجه. طبعا نعطيهم طبخة رقيقة نباج. طبعا عنا وحدة راح نحط لها طبقة شوكولا. نحاول نوزع الشوكولا بالكامل عليها. بعد الشوكولا نعطيها شوية جوز هند بهالطريقة هاي، وشوية بستاش أو بستو كمان، وهاي رح نعطيها جوز هند. في عنا اللوز بنحط له شوي نباج. طبعا بنحركه شوية بإيدنا. نرجع نزينه بهالطريقة هاي. طبعا بنحط لوز للكل. بنحط
نحاول نسويه على شكل وردة. نرجع نضيف لها هيك بهالطريقة. طبعا انا فضلت زينة بالشوكولا واللوز، وكل مين هو وذوقه يعني كيف بده يزينها بزينها. هاي رح نحط لها شوية لوز احمر، وهلا هيك صرنا جاهزين وبنعطيكم فاصل وبنشوفهم في طبق التحضير. طبعا هلا هيك صرنا واجدين وزيناهم. طبعا هاي بسبوسة بالشوكولا وبسبوسة بالمكسرات. طبعا مثل ما حكينا عنهم حطينا لهم المقادير تبعهم، البيض والسكر والسميد والطحين والليمون والزيت والفانيليا، والباقي كلياته هذا تزيين الشوكولا والنباج واللوز جوز الهند والفستق. ان شاء الله ينالوا اعجابكم، ونتلقى في الحلقات القادمة ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم.